السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك سعيد الله يجزيك. عمرنا نعمل لكم هذا الفيديو اليوم، غادي نعمل لكم هذا الفيديو. وحنا قلت أول ما غادي نبداو مع واحد الأكولي الأخ حميد جاك، لأنه هو غني عن التعريف. هاي ما شفنا مالك دكانة اليوم جوزنا اللقطة ملي كيتسالى السوق كيفاش يبقى السوق. وحنا يا الدراري عاوتاني خلقي هانتوما الخط شو ضرور و الاخ والده فهاد اللقطه الخوص غندخل لكم عاوتاني ديالها كاينه 900 درهم ولي 61. وحنا عاوتاني هاد اللقطه ندخلوها لكم في الاخر السوق نبرودين عاوتاني اللي بغى شي حاجه كتوصل له تن الدار. هاد اللقطه تاهي ندخلوها في الحساب الخوص ورينا المنتوجات راهما موجودين. هذا هو التمبرادو الاصي 16 تو لاتينو عين حمراء سعيد باش كيعجبني يا مقانن تبارك. كم البيسادور 300 درهم. تبارك سعيد اللي عنده شي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي مجون الله يطلق سراحه. امين. خوت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ما غنبداوكم في السوق ديال كاسابلاطة، لأنه السوق ديال فلوجة غني عن التعريف. الدراري اللي كيسقسيونا على بلاصة بالضبط فين جات، راه الفيديو اللي قبل من هذا عملناكم اللي كيتواجد في السوق، إلا دخلتو الفيديو غادي تجيو ديريكت من عنده. المهم اليوم إن شاء الله الحلقة ديالنا مختلفة على جميع الحلقات. الحلقة قبل ما نبداوها نقول لكم عواشركم مبروكة، رمضانكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والعافية وطوال العمر. الحد اللي ما يجي ان شاء الله غادي يكون جديد بزاف في السوق. اليوم يعني تعطلنا مع مشيت الفيديو، الحق نعمل لكم فيديو خلقوا فيه بزاف ديال الاجواء ملي كيتسالى السوق كيفاش كتكون اجواء السوق ديال كاسابلاطة. عمرنا نعمل لكم هذا الفيديو، اليوم غادي نعمل لكم هذا الفيديو كيفاش كيكون الجو في كاسابلاطة. ارانا وحنا قلت اول ما غادي نبداوكم مع واحد الاكولي كار تبارك الله واجد اللهم بارك. ها هو فين هو الثمن ديالو؟ لي باك ديالو 2020، الثمن ديالو 3000 درهم. اللي بغاو ميه تم مرحبا خوت. هيدا غادي نخليكم الجو ديال السوق، غادي نوريكم الاجواء كيفاش الدراري كتعيش معنا الاجواء في السوق، وكيفاش عام السوق ديال كاسابلاطة بمدينه طنجة، وكيفاش كنعيشوا فيه الاجواء. هنا الدراري عاوتاني كيفاش كيريحوا كيعاودوا بزاف ديال اللقطات مع بعضياتهم ملي كيجوزوا للسوق. المهم الخوت غادي نعيشوا معكم واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق في السوق والاجواء ديالو. قبل ما نعيشوا معكم هاد اللقطات نكمل لكم بعد الاثمنه ديال الطيور. كاين هنا كالوبس الثمن ديالو 250 درهم. ها هو كيلو الثمن ديالو 250 درهم. كاين لاتينو نتوى عين حمراء الثمن ديالها 300 درهم. كاين بيروس الهوغو الثمن ديالهم 45 درهم. كاين هاد الهوغو هادو الثمن ديالهم 70 درهم. هنا الخوت عاوتاني كرونطي الثمن ديالهم كوبلا، الثمن ديالها 700 درهم كوبلا تكارونا انت كرونطي الانجليزي اللهم بارك جمالك جمالا. دياموندو نتوا وتكار هادو عاد خداهم السيد الله يسخر له. كاين هنا الاقفاص ديال السيباراسيون الثمن ديالهم 190 درهم. كاين هنا مقارنة الخوت الثمن ديالهم 60 درهم خلويا عاد تشبرو هادو. كاين الكامر الثمن ديالو 100 درهم. الاخ حميد جاك لانه هو غني عن التعريف. حنايا تبارك الله كتصور الشريف هادو ما كتصورش. شحال الثمن ديالو محمد هادو؟ شحال ما بغيتي سينا عاد. سمعتوا بعد انا الدراري قبل ما بدا الفيديو قال لك هادو راه ما كيتصوروش زعما داخلين في المحميه. محميه سالات محميه سالات الغبره والحشيش جاتنا عندك انت هنا. التليفون صوروا شني عنده تما. هنا عنده واحد الحمامه واحد الفريخ ديال الحمام ما بغيتش نصور. المهم الثمن ديالو شحال هادو اخي حميد؟ الثمن ديالو شحال هادو؟ هادو كيوار تكار ب 50 درهم خالي الله تكار 50 درهم نتوى 25 وين 25 درهم. ايه انتم الخوت مزون هنا انت كيعطيوها 15 درهم ما كيبغيش يبيع علاقتش عنده مزونه. اللي بغى شي حاجه الخوت مرحبا. حميد النمره ديالك 06 62 62. اه 77 88 51. احنا الخوت اللي بغى شي حاجه مرحبا الاخ حميد لانه هو غني عن التعريف. دائما تبارك الله كيدخل الباسون كيدخل الطيور، الطيور موجوده والاثمنه جد مناسبه.
احنا الدراري ديالنا كيتناقشوا شحال ما جاوا عاوتاني. ما شفنا مالك دكانا ومقني. احنا يا اخي شنو اللي قال؟ قال هذا ماشي فعلا عندهم حق. الله يلا برافو ليك. تحيه كبيره الدراري ديالنا كيجيو كيتولعوا دابا. شو علاش قلنا لكم نوريكم فيديو لما كتسالى قضيه مره في السوق كيبقاو يتعاودوا لقطات السوق شنو اللي وقع فيه. فهمتي الدراري كتعيش اللحظات اللي داير في السوق وداك الشيء. بقاو معنا هيدا غادي نقوز لكم واحد اللقطه حلوه. فين وامسكي شحال ما جا ولكن ان شاء الله نعرف الحد اللي معكم ان شاء الله يا ربي. الاخ زهير سالا كيضرب في شفاش عبد العزيز ناقيلو شويه الذنوب. ها هما فينهم. تحياتي الدراري الدراده كاملين اللي كيدعمونا. تحياتي على تيف على سمعت مع قالك سردنا ضروري الاخ عبد العزيز كيشجع الحضور في السوق. ضروري اليوم قوزنا اللقطه ملي كيتسالى السوق كيفاش كيبقى السوق. الوزير السلام اش من الخط كاينه بركه مخبعه جميع باباغه تحتك كف مخشيه. الله يسخر لك اخي عبد العزيز. وحنا يا الدراري عاوتاني خالقي الاجواء ملي كيتسالى السوق ديال كاسابراطه عاملين اليوم واحد التسجيل ملي كيسالي السوق كيفاش كنعيشوا الاجواء فيه. كيبقى هاتي الدراري الحمد لله كيقوز النهار بسلام كيقوز الحمد لله كيبقاو الدراري يخلقوا الاجواء بحال هيدا. هذا هو الشكل اليوم اللي غنجيبو فيديو. هاتي بحال هكا يا اخي عبد العالي ياش زيد اخي يوسف زيد هذاك اليوم شحال فهمتي ضربته قايله بعد ساعات كيتفافى في اثمينه. كاين هنا كناري الثمن كناري شحال داير؟ 150 درهم. كناري 150 درهم شنو كاين هنا في الطفرات اخي يوسف؟ ريسيسيف كاين فايو كاين ساتيني كاين ساتيني كاين فايو فايو كاين ريسيسيف كاين الريسيسيف الثمن ديالو 150 درهم. كاين هنا واحد الكور ديال المقني الثمن ديالو 200 درهم. شحال ضرب في الحوزه اخي يوسف؟ ضرب شهرين. برافو ليك صراحه مزيان. كاين هنايا واحد الكيور هنايا شحال الثمن ديالو هذا؟ 150 درهم. حتى هو الثمن ديالو 150 درهم. هذا سمعتو كيغني قبيلتي واد تبارك الله. كيغادنا الخوت الثمن ديالو 150 درهم. كاين هنايا الزبره الثمن الزبره 20 درهم. الله غلى على مسكين. الزبره 20 درهم الخوت. كاين هنايا بيروس بيروس 70 درهم. الريمبو العادي 50 درهم. كاين هنايا ليزانسي بارب 400 درهم كوبلة ديال ليزانسي بارب 400 درهم. كاين هاد البياسة فرادية هذيك كوب هذه البياسة فرادية باقا فرخة عليها توجد 200 درهم. كاين هنا كناري 100 درهم كناري. هاد الزورق هادو 500 درهم. هانتوما الخوت الثمن ديالهم هادو 500 درهم. هادو علاه يوجدوا باش تعرفوا الاخوان يعني باقي لهم شويه يوجدوا. كاين هنا هاد الكوبلة هادي هادي الكوبلة واجدة وشال الله شو ضروري نعليوكم. هادي جامعة العشق الثمن ديالها 500 درهم. شد مزيان هاداك. ها حنا الخوت كاين هنا هاد البياسات هادو شحال الثمن ديالهم؟ 400 درهم. كالوبسيك لاتينو 350 درهم. حبشي حبشي 300 درهم. وهذا فاصبلو بورتو البينو 500 بورتو البينو. وحنا الاقفز هنا الاقفز الصغار شحال دايرين الثمن ديالهم؟ 50 درهم. اقفز صغار ها هما فين هما الثمن ديالهم 50 درهم. وحنا الخوت ضروري غنقوزو الاخ يوسف زيرو الصا اخي يوسف زيرو الصا 31 74 صفر ثلاثة. تحية لجميع المولات والاخ والد تحية ناس كازا بزاف والله العظيم لا كيدعمونا. تحياتي لهم كبيرة. مع واحد بياسة فين هي كتغني مع تبارك الله صباح حق بعد غدير هنا في الله. شحال هذا شحال هاد البياسة هذوك الخوات 700 درهم تبارك الله. ها حنا الخوت حداكم كتغني ياه الثمن ديالها 700 درهم. الا بدا كيغني دابا بلاتي واحد دقيقة ولي فكلي تما صرف اخوه.
تبارك الله. الثمن ديالو شحال كيبقى الاخراني اخي وليد؟ 700 درهم. راه النمره ديالك اخي وليد؟ 0 61 61 82 19 72. شنو هي اخر جبتي لنا في المقانن اليوم؟ هنايا 30 وهذيك 40. واخا انا نقوزوها دابا بعدا، انتم سمعتوا هذا 700 درهم كاين في الساده الخط، ولكن انتم كتعرفوا يعني تقدر تضرب معاه هو والثمن ديالو. الدراري باغي تمزق هيدا طير مزيان مع رمضان، وهادي طير مزيان. كاين هذا 300 درهم بلي باك ديال العش، الثمن ديالو 300 درهم. كاين هاد البياسه هادي خلويه، شحال الثمن هادي؟ 50 درهم. كيور خلوي 50 درهم. هاد البياسه هادي 400. هذا الذكر ديال الاخ ديالنا اللي كوزنا النمره ديالو. هذا الاخ وليد ها هو فين هو. بياسه تبارك الله مزيانه، الثمن ديال 400 درهم لي باك ديال العش. كاين هنا واحد جوج بياسات ديال الكانر، الثمن ديال الكانر هادو، هادو كانر الثمن ديالهم 600 درهم. كارون وتوار، واللي بغى شي حاجه مرحبا الخوت، كوزنا لكم نمره الاخ وليد. اي حاجه بغيتوها مرحبا، كوزو لكم لقطه اخرى مع الدراري ديالنا. وحنا عاوتاني صاد لقطه ندخلوها لكم في الاخر السوق نيفروس، اللي كيبغي يدي شي فرخ الدراري فروخه موجودين عاوتاني، اللي بغى شي حاجه كتوصل له حتى للدار. هادي هي الهضره على الدار الميساج كلير. هادي هي الهضره، هادو جوج فروخه اللي بقاو في الاخر مره خد في السوق، الثمن ديالهم 150 درهم تباعوا. الله يسخر مولاه شوط قطع. الله عبد الله على الجميع، تحيه الولاء ديالنا من الصغير سايكبير، والدعم والبارطاج ضروري رمضان كامل. وهاد اللقطه تاهي ندخلوها في الحساب الخوت، غنزيدوها ندخلوها حتى هي في الحساب. نزيدو ندير الفيديو غنخلص. ابراهيم اليوم الحد حتى هو صايم مسكين، كلمه ديالو عواشركم مبروكه، باقي ما جاش العيد. هانتوما سمعتوا الاخ زهير في نار ديال السوق كيفاش كاين دابا حنايا. من هذه دعوه واعره اخي، الله يطلق جميع مشجونين يا مظلومين يا عاملين. بحال بيروج ولا بحال كالون فيها بنادم خليه. مريض الله يشافيه. امين امين. الله يحفظك. هانتوما الخوت يعني الدراري ديالنا بداو كيسالوا دابا العشيه، اخ زهير هنا منتوجات راهما موجودين، باطيات كاينه، المهم بزاف ديال الحوايج كاينه موجودين. وانتوما كتعرفوا الاخر السوق هو هذا. كاين هنا كناري شحال عامل اخي زهير؟ 150 درهم. التيمبرادوس هادو عاملين 150 درهم، نتوما عارفين كان راه بدا كيطلع شويه في السوق الخوت. 150 درهم. كاين هنايا هادو شحال دايرين؟ شي حاجه حره ديال التيمبرادو. هادو التيمبرادو دوريجين ديسكوري هادي. ديسكونتيني. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا كيبقى 150 درهم. هذا الثمن ديالو 150 درهم. هذا هو التيمبرادو الاصيل. هو باش الثمن ديالو شحال هذا؟ 150 درهم. 150 درهم من واحد. واجدين في التوقيت صحة جيدة باك 2022. ها انتوما الخوت تبارك الله، يعني بياسات واجدين. كاين هنايا بيرو شحال عاملين الثمن ديالهم؟ 60 درهم والهوكو 150 درهم. العادي 60 درهم والهوكو 150 درهم. 150 درهم. انتوما سمعتوا الخوت. النمرة ديالك اخي زور 06 18 59 72 31. واحد الكاميرا هذا شحال عامل في الصفر هذا؟ 180 درهم. كيغني تبارك الله الخوت. خوتي هيدا عاوتاني نقوزو لكم الاجواء مع الدراري ديالنا. الاخ ابراهيم عاوتاني عنده شي بياسات هنا ديال كالوبسيت، شحال ثمن كالوبسيت؟ كالوبسيت 250 درهم. وهاد البياسه هادي حتى هي 250 350 اللي حتى هي 350 درهم. بياسه هي فين هي كنتوما كتشوفوها صافي. الثمن ديالو 3500. انا معاك. هنا كوبلا تبارك الله، كار البينو عين حمراء، نتوه لاتينو عين حمراء. الثمن ديالهم اخي محمد سعيد واحد ماشي الصغار. لا تبلات الخوت باش نقرب لكم بياسه. كيفاش اخي محمد سعيد؟ هذا المهم الكار خدام. الكار خدام عنده واحد 72 ستيتوي مقطعين. غير الدفرين. غنوريو الدفرين، ها هما نوريو لكم الخوت باش تعرفوهم. ها هما
اسمح لي اسمح لي نعاوطاكم ها هو يعني كيسطام كيمشي كيبيساري لنا انت ما كيعرج ما والو ما كيعرج ما والو الثمن ديالهم شحال كيبقاو؟ المهم الذكر كيبقى 700 درهم نتوى 350 درهم الذكر 700 درهم نتوى 350 درهم اللي بغاو هما تم مرحبا يعني بجوج بهم شحال كيبقاو الثمن ديالهم؟ 1000 درهم تكارونا انت ب 1000 درهم اللي بغى شي حاجه الاخ محمد سعد 06 49 49 42 43 67 خوت عاوتاني كاين هنا كناري ثمن كناري شحال محمد سعد؟ المهم انا اللي ديتهم من عنده كيقول فلوطه فلوطه سمعت فلوطه ما سمعتيش الكلام المهم ما سمعتش الكلام وسبحان الله جاني الراسه في كان بحال فيها الريسيسي المهم المهم الثمن ديالهم الخوت انتم كتسمعوا قال لك فيهم فلوطه ولكن الله اعلم يعني ما باقي ما سمعش الكلام فهمتي يعني هذه اللي مزيانه في اخ محمد سعد يعني ما سمعش بودنه ما يقدرش يقول لك والله الا فلوطه ولكن بياسه نقيين بزاف انتما شفت سما شحال كيبقى الثمن الاخر ديالو 450 درهم خوت محمد سعد باش كيعجبني مقانن تبارك الله ديما الجديد والمفيد شحال هاد البياسه هاد اخي محمد سعد 100 درهم تذكر عزل اللي عجبك صد كره تم صد كره الثمن ديالو شحال الواحد كيبقاو 600 درهم الواحد كم البيسادوري صاب 300 درهم هادو 300 درهم الواحد وكم البيسادوري صاب الخوت اللي بغاهم مهتم مرحبا نمره اخ محمد سعد ديما كنبداو بالنمره عاد كنكملوا معاه هو خير موجود تبارك الله خير تبارك الله اللهم بارك يا 300 درهم البياسه الخوت شحال ما يعني شحال ما بغيتو كاين العدد عند اخ محمد سعيد يعني كيخرج بياسه ست كوره اللي كاينه مزيونين هنايا اخ اسامه فين هو اسامه مالها يا شيخ حنايا المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا وتحياتي للخوت كاملين بدون استثناء إخوة العواشر مبروكة بعدا بلاتي بلاتي عواشركم مبروكة ورمضانكم مسبق رمضان مبارك سعيد اللي عنده شي مريض الله يشافيه واللي عنده شي مجنون الله يطلق سراحو امين والله يهدينا خلق الله يهدينا في هذا رمضان يا رب امين امين دابا الخوت عرفتي شنو كنعملوا غير الدعوات للمسجونين الله يطلق سراحهم الله يجعل سيدي ربي فرج على المسجونين وهذا الشيء اللي كاين الخوت وتسلم رتخنا الله يشافيه واللي صحيح حتى هو الله يشافيه هاد اللقطة الخوت غندخلوكم عاوتاني شي حاجة ديال القطيطة الذكر الثمن ديالو 700 درهم كاين النتوى في الزرق الثمن ديالها 600 درهم كاين هاد النتوى هادي الشخمة الثمن ديالها 400 درهم كاين بيسات ديال المولينا اللي بغا شي حاجة مرحبا الخوت ونقوزوكم لقطة حاجة أخرى إن شاء الله بقاو معانا